همت روي تجر على الألم والآه فينا يختنق هالصوت هو أجيس وعذاب وخوف ولا منه يواسينا تجر على الألم والآه فينا يختنق هالصوت هو أجيس وعذاب وخوف ولا منه يواسينا ولا منه جنين المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغمق أبواب السعادة في خطاوينا جنين المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغمق أبواب السعادة في خطاوينا بأمنا وصبرنا احنا مشيدين بيوت نردد يا عسى باكر ترسينا موالينا ترسينا موالينا موالينا. بعدين يا عابد لحد متى بنقعد هنا؟ قوم خلنا نروح. روح روحك، انا ماني بارض اروح اي مكان واتحرك من هنا. هي بس الدنيا صارت ليل وما حد بقل انا وانت. لا والله، وهاي الرجال اللي قاعد هنا ليش نسيته؟ والله انه مسكين مسكين هالرجال. غير ليش غير؟ ابو واحد من هالقريه اللي ظلمهم يابر. الرجال هذا ما حد عنده، اما انا مع ابوي المريض. انت عندك خالتي اصول. خالتي اصول لا تخاف عليها. انت قوم روح، قوم روح وشوف ابوك. يلا. السلام عليكم. ياسر. ياسر رئيس نوارة. اي نعم ياسر. ايش جاي تبغى؟ لا تقول لي بعد اصير اخبرها انك بتصير لهم اليوم. لا، على ايش هتسوي؟ يا ايل اسعدهم على طول. وايش اللي غير الاحوال؟ سرقت فلوسي وبضاعتي، سرقت كلها. والله وياك اليوم يا طالب، ياك اليوم. ايش قصدك يا عابد؟ ايش قصدك؟ ما قصده شيء، ما قصده شيء. لا، قصده اني انا ظالم. انا يا عابد ظالم. انت ظالم وانت مظلوم. كيف يعني؟ هذا لغز ولا هيش؟ لا لغز ولا شيء. عيل هيش تكلم. تظلمك يابر لما اعطاك فلوس وخلاك التاجر فيها، لانك نسيت اهلك وربعك وزوجتك وولدك. وظلموك اللصوص لما يوكوا سرقوا بضاعتك وفلوسك، لأنهم خلوك قدام سيل جارف. يابر ما بيرحمك، ما بيرحمك يا ياسر، وما راح يصدقك. أنا معترف بغلطتي، لكن كيف أصلحها؟ ما دام اعترفت بغلطتك كل شيء بيتصلح إن شاء الله. كيف يا عابد؟ استسمح من زوجتك يا ياسر، استسمح من زوجتك يا أخوي، وفرح ولدك برجعتك. هي بس هيش يابر هذا ايش يسوي معه؟ اي والله يابر ايش تسوي معه بعد؟ قول له الصدق وخلاص. ايش يعني الصدق؟ والظن الظن انه بيصدقني. هذا شيء اكيد. انت ما تعرف يابر؟ لا اعرفه، واعرفه زين بعد. اما انا أكثر واحد يعرفه فيكم. زين،
والحل مثل ما قلت لك، قول له الصدق ولا يصير يصير. هيا البسير له الحين. ايه الحين بسير فما له. والله هذه مشكلة ما كانت الحساب البر. حساب من؟ يابر طبعا يستاهل، يستاهل وكل ظالم مثله بعد. هي بس ياسر هيش ذنب مسكين؟ عيل ذنب من؟ هذه غلطة رهفته ورا الفلوس، نسيت أهله وناسه وربعه. اي والله صدقك. ما منك كمان يا بحر، ما منك كمان. اللي يشوفك الحين ما يصدق كيف كنت ذيك الليلة قاسي. ما حد يصدق. غدار يا بحر، غدار. ما أعرف إيش أخبارك يا الله. أكيد اللوعة والحسرة تقطع قلبك. يا ليتني طاوعتك وسمعت كلامك وما خالفتك. الحمد لله، الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. غريبة، هين عابد لحد الحين، معقولة في السوق؟ لا ما اعتقد. زين هين سار. وهذه اخبارك؟ هيش بعد يا ابوي، هذه الاخبار. زين يا بنتي، انا ابغى اكلمك في موضوع شوي. موضوع؟ هيش يا ابوي، شي اخبار عن مازن؟ لا لا، انا بس كنت بكلمك يا بنتي. ديري بالك على روحك، اهتمي في نفسك يا بنتي ولا تفكرين وايد. مين اللي جاي بعد الحين؟ السلام عليكم عم يابر. وعليكم السلام، اهلا ياسر. تفضل جرب جرب. احسنت عمي، بس حلامك ايش هناك عمي؟ انا ايش هناك يا ياسر، تكلم ايش فيك عمي يابر؟ انا انت ايش تكلم؟ انا انسرقت يا عمي. ايش؟ انا انسرقت، انسرقت كل فلوس والبضاعة. كيف؟ قطعوا لي اللصوص في الدرب وسرقوا كل اللي عندي. لا 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 لا، ما معقولة تنسرق، ما معقولة. صدقني مثل ما قلت لك. أنا ما صدقك أبدا. صدقني يا عمي، صدقني ما أكذب عليك، مثل ما أقول لك صدقني. ومن قال إنك كذاب؟ يمكن قص عليك الشيطان. بس أنا كم مرة اشتغلت معاك، كم مرة اشتغلت معاك يا عمي، حتى بيتي وأولادي ما أرد لهم. هذا علشان مصلحتك ولا نسيت؟ إذا نسيت بذكرك. حرام عليك يا عمي، حرام عليك. ما علينا هالكلام، ما يمشي علينا. سر سر. كيف يعني؟ يعني رجع البضاعة وكل واحد يصير في حال سبيله. أقول لك البضاعة انسرقت. زين ادفع ثمنها. الفلوس بعد انسرقت. أنا ما علينا هالكلام كله. ادفع يعني تدفع. من هين؟ من هين ادفع؟ من هين؟
تصرف. وإذا ما دفعت؟ إذا ما دفعت شهد على روحك وروح أهلك كلهم. والحين بعد هي، بس أنا ما عندي الحين، صبر لي شوية لين ما أدبر نفسي. ولا يوم، ولا أقول لك بعدني معطيك مهلة لباكر، وما تجيني إلا وياي بفلوس معك. عمي يا بخير. ايش يا يسوي؟ ايش بقول؟ اقول اني سرقت، يعني بعد ما ضاع مني كل شيء رديت؟ لا لا، بس هذا بيتي، بيتي ومن حقي اني ادخل واجلس وارقد. لكن بعد ايش؟ بعد ما ضيعت الصورة الزينة اللي كانت في عيون نوارة، يا نوارة، نوارة اللي كسرت أحلامها وآمالها، هيش هي تسوي يا ياسر؟ هيش هدي نفسك يا يابر، هدي نفسك، إيش ما يستاهل؟ كيف هدي نفسي وكيف ما يستاهل؟ الله يهديك يا طيبة، البضاعة ضاعت كلها انسرقت. زين يا يابر، إيش ناوي تسوي؟ إيش ناوي أسوي بعد؟ ضربتين في الراس يعورن يا طيبة، يعورن. إيش أسوي بعد؟ نشوف ياسر باكر إيش عنده، هالمصايب ما تي غير مرة واحدة. عابد ولدي. السلام عليكم خالتي. عليكم السلام يا عبد، هينك تأخرت. والله ماشي خالتي، قاعدين في السوق، قاعدين نسولف أنا وحمزة، وخذتنا السوالف، وبعدين يانا ياسر. ياسر ريل نوارة؟ هو ياسر ريل نوارة. وإيش عنده؟ والله إيش أقول لك يا خالتي، ياسر ياي وصاير مثل المسكين، يقول أول انسرق وانسرقت كل فلوسه بعد. والحين؟ الحين ساير عند يابر. والله يابر ما بيصدقه يا عابد يا ولدي. نعم يا خالتي صدقت، بسير عنك، بسير ارقد. توكل على الله، تصبح على خير. وانت من اهل خالتي، وعشاك هناك في المجلس حاطت لنا حالك ابوي. احسنت يا خالتي، احسنت يا مهندس. ياسر على هين كي؟ حمزه ما اعرف فين ساير. زين يابر ايش قال لك؟ أصدقني، وقال لي باكر لازم ترد الفلوس. زين هيش ناوي تسوي معه؟ هيش الحل؟ ما أعرف شيء، رأسي دار. رجع على فلوسه أحسن لك يا ياسر، رجع على فلوسه. زين من هنا رجعهن؟ تراهن سرقن. تراك ما قد يابر، صدقني ما قد. وسألني أنا عنه. أقول لك انسرقن الفلوس، انسرقن، ما أبقى شيء عندي، سرقن الفلوس. أفا يا ياسر، أنا صاحبك وصديقك، وبعدين ما بقول حال حد. وإذا تبى نصيحتي، رجع له فلوسه أحسن لك، واصبر مثل ما صابر غيرك. الحين أنت الظل اللي مسويت شي؟ أنا اللي مسويت شي بالعمد؟ تراك روحك قايل لي وأنك تنطر الفرصة. الفلوس انسرقن يا ناس، صدقوني الفلوس انسرقن، ما بقى شي عندي، انسرقن كلهم، ما بقى شي عندي ولا بيسة. مازن معزم اليوم إن شاء الله. حول الله. الله معك يا ولدي، الله معك، لا تقصر يا عمي. بس عاد لا تنسانا يا مازن. رفع عليك يا عمي، اللي سويتوه شيء ما ينسي. ان شاء الله بمر عليكم. متى معزم يا مازن؟ يعني العصر قبل المغرب بشويه. يلا عسى خير، بس خل بالك على نفسك، لانك ما تعرف ايش اللي صار بعدك. لا تخاف علي يا عمي، لا تخاف. هاي يابر، هيش سويت في الموضوع؟ ما عطنا مهنة لين اليوم، وإذا ما جاب الفلوس بيشوف شيء ما شافه في حياته. أكلمك عن خولة. خولة؟ هيش فيها خولة بعد؟ هيش قالت؟ عن هيش؟
أنا هيش بعد يا يابر؟ قلت لها إن علي خاط منها؟ سمعت، نحن في إيش وانتي في إيش؟ يا يابر، أنت مواعد علي إن تعطين ردك الأخير اليوم؟ خير 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 لما أرجع. باين عليك يا يابر تتهرب، لكن ما علي، أنا وراك وراك. اصبر علي. خير يا نوارة؟ صاير شي؟ ما شي يا خالتي، قلت أمر وطمن عليك. الحمد لله. خير يا خالتي، هيش صاير؟ هين ماجد؟ ماجد في البيت راقد. وياسر؟ ياسر هيش في يا خالتي؟ لا ما في شي يا بنتي، بس ياسر كان هني البارحة ما ياكم. لا ما شفنا. تتعرفين خالتي ياسر ما يجي من البيت. خالتي قولي لي، ياسر صار له شيء؟ لا 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 يا بنتي، لا تخافين، ما في شيء. خالتي الله يخليك، ياسر صار له شيء؟ ياسر انسرق، انسرقت كل البضاعة اللي كان يتاجر فيها واللي كانت معه، وفلوس انسرقت بعد. معقولة؟ هذا اللي عابد قال لي البارحة، وقال إن ياسر ساير ليابر. عند يابر؟ أنا بسير للحين. صبري يا بنتي، بسير معك. صبري. مثل ما قلت لكم إنه ظالم، 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 ظالم. من الظالم؟ ها؟ من الظالم؟ ما تتكلم يا جبان، من الظالم؟ ما تتكلم يا جبان؟ بس لا تكمل، لا تكمل يا أبر. من الظالم؟ الظالم انت؟ انت ولك يوم يا ظالم، لك يوم يا ظالم. هيش بعد؟ السلام عليكم. وعليكم. يا أبر موجود؟ لا. هين صار؟ ما أعرف. الخولة هني؟ ما أعرف. مشكورة يا طيبة، أحسنتي. أحسنتي يا طيبة. أصول سامحيني ما شفتك، كيف حالك؟ الحمد لله، الحمد لله. أصول خير؟ ماشي أخبار عن مازن؟ من كان عند الباب؟ أصول ونوارة. هيش يبن؟ هيش يبن بعد؟ يبن أبوك؟ أبوك ما موجود، ساير السوق. هيش بعد؟ أحسنتي، مشكورة. مشكورة، مشكورة، مشكورة. إنزين عابد، وما تعرف إيش اللي سواه ياسر بعدين؟ لا والله ما أعرف، لأن ياسر البارحة ما حد شافه. غريبة. إيش الغريبة؟ الغريبة إن يابر موجود هني في السوق من الصبح ولا كأنه صاير شيء البر. لا والله. هي؟ أنت ما تعرفه يا يابر؟ ها؟ يابر خبيث خبيث. هذا ياسر وصل. عليك عليكم السلام. كيف حالكم؟ مرحبا مرحبا ياسر، مرحبا. مرحبا بك يا سامح لترانسيت اسمك. أنا اسمي راشد، راشد اسمي. مرحبا بك يا راشد. قول لي إيش سويت مع يابر؟ يابر يبى فلوسه، واليوم ها يابر نذل نذل. والحين ايش ناوي تسوي؟ ايش اسوي بعد؟ ما بيديني حيله، ما عندي فلوس ارد لي اياهن. انا بسكت عنه، واللي يبى يسويه يسويه. انزين ما صرت عند اولادك؟ ما قدرت اسير له، ما قدرت. انزين ياسر، طير 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 من البلاد، روح. والظن ان يابر بيخلي نواره في حالها. بسير له واللي يستوي يستوي. اصبر اصبر ياسر، انا 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 بسير معك. خل خل انت بتسير معنا. انا الشيمه، خلوني بعيد عنكم. خواف انت؟ خواف ها؟ خواف خواف خواف. خالتي بسير البيت اشوف ماجد ويبه معي. خلي ماجد راقد والسوق بعده قدام، بس اخاف يقوم وما يلقاني. ماجد ما صغير يا نواره، خلي نسير يا بنتي. بس خالتي أبصير البيت أجيب شيء معي. هيش تبين؟ أجيب شيء يمكن يحتاج لياسر. عيال خلا خلا نسير. يلا خلا. ها ياسر، فلوس ذهبة
والله يا عم يابر، عم يابر ما اعرف ايش اقول لك. ما تعرف ايش تقول لي؟ ايش تبى تقول بعد؟ بصراحة يا عم يابر، انا ما قدرت ادبر الفلوس في هذا الوقت. ما قدرت تدبر؟ ما يستوي، انت ربعك واصحابك وايدي، اكيد ما بيقصرون معك. وانت بعد كنت صاحبه قبل كم يوم، كنت راقد في بيتكم. ها الحين تبغى تقصر معي انا؟ انت والله ما قاصر عاد، غيرك انت يا المينون يعلمني الصح من الخطا. شوف انت عاد، اذا مينون الحاره يعلم كبير الحاره وتاجرها الصح من الخطا. سير انت، سير انا ما علي من هذا الكلام كله. ياسر. نعم عمي. انت عندك فلوس ولا ما عندك؟ بصراحة عمي الحين ما عندي، واباك تصبر علي كم يوم. انا اعطيتك فرصة تدبر نفسك، واليوم موعدنا ترجع الفلوس، واللي علي سويته عشان ما يقولوا ان يابر قصر بعد. لا لا اطمن اطمن، الناس عاد من زمان قايلين انك مقصر. والحين كيف؟ ما عندي. ما عندك؟ ها زين، انا اعرف كيف اتصرف معك. هاتو شرط. تعال عمي، تعال عمي، بس اسكت. اخر مره عمي، اخر مره. ايه ودروا اسكت. بس لحظه يا يابر. نواره؟ نعم نواره يا ياسر. نعم، ايش تبين انت؟ ايش تبى؟ أبا فلوسي حلالي. يسدك هذا ولا ما يسدك؟ ما يسدني؟ يسدني ويسدني وايد بعد. نوارة، ايش تبى يا ياسر؟ نتكلم في الدرب؟ يعني هذا السبب انك زعلانة مني؟ نوارة، نوارة ارجوك تسامحيني، سامحيني على كل اللي صار. اذا كان علي انا، اتمنى من ربي ان شاء الله اقدر واعوضك عن كل اللي صار. سامحت انك يا ياسر. تعال شوف الفرحة بعيون ماجد لما يشوفك. ماجد، يلا انا مشتاق لماجد وايد. ماجد، ماجد فينك يا ماجد؟ ماجد ابوك وصل؟ ماجد انا وصلت يا ماجد. ماجد وين صار ولدي نوارة؟ ما اعرف وين صار. حين بيصير يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خير؟ هيش صاير بعد؟ لا خير خالتي، بس ما لقينا ماجد في البيت، قلنا يمكن ولدي. ماجد كيف حالك يا ولدي؟ كيف حالك يا حبيبي؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين اللي لم الشمل بعد الفرقة. اما يابر هذا فله يوم على ظلمه، له يوم. ان الله يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. تفضلوا تفضلوا يا ولادي. احسنتي تفضلوا تفضلوا، استريحوا. احسنتي خالة وصول، احسنتي استريحوا. بسم الله. نوارة سامحيني على اللي صار مني، انا ما اعرف ايش اقول لك على اللي سويته. سامحي. الله يسامح الجميع، المهم انك رجعت لولدك.
بس. هذه هي الحياة، ساعة بكينا وساعة فرحنا، واستغرب من الساعة اللي ما تمل من الدوران، تدور وتدور ولا تمل، وهذه الثواني تمر دقايق، والدقايق تمر ساعات، والساعات تمر أيام، والأيام تمر شهور، والشهور تمر سنين، وشوقي وحزني يكبر ويزيد يوم ورا يوم. يلا يا عمي، هذا هو الوقت المناسب. زين يا مازن، ما بنأخرك، وخل بالك على نفسك. لا تنسى يا مازن، لا تنسانا يا ولدي. لا يا عمي لا، وبعدني برجع إن شاء الله. الله معك يا مازن، الله معك. مع السلامة يا مازن، والله يطمنك على أهلك. لا تنسى يا ولدي اللي اتفقنا عليه. حاضر يا حبيبي، شوفك على خير إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا مازن. الله يسلمك يا فاطمة. مسكينة يا نوارة، بعد كل اللي سواه ياسر فيها بعدها وقفت معه. بنت أصل يا عابد، بنت أصل، وأهلها ناس طيبين. تصدق إنهم ما يعرفون هيش مستوي معاها؟ تراهم بعيد خالتي عنها. وما تقدر تخبرهم؟ تقدر، بس هي تبي تحافظ على ريلها وأولادها وبيتها. إيه والله صدقت يا خالتي. يا الله يا رب، يا الله يا رب، مثل ما فرحت نوارة برجعت ريلها، تفرحني برجعت ولدي يا رب. اسمع يا يابر، الشور شورك اولا واخيرا. بس يا علي، هذا زواج، ما بيع وشراء. لا بيع وشراء. والبنيه بعد لازم نشاورها، ناخذ رايها، ما يستوي كي. اللي عرفه يا يابر انك الامر والناهي، وسالفه مثل هذه تقدر تحلها بكلمه واحده. صبر يا علي لين باكر، انا الليله بكلمها وبرد عليك. الليله متى؟ الحين بعد شويه يعني. زين سير كلمها وانا بترياك. ما يستوي، ما ينفع، انت روح الحين وباكر بنتلاقى في السوق وبخبرك. زين عيل، ملتقانا باكر في السوق ان شاء الله. لا راد الله، انت اطمن بس ولا تشيل هم، ما يستوي الا الخير. خير، تصبح على خير. حياك الله وانت من اهله.
انت انس وين؟ ايش الحالة؟ الحمد لله عدت على خير. كان بنكشف قبل لا اسوي اي شيء. انا لازم ادور لي على مكان انظم فيه احسن. كنتي راقدة؟ لا بوي، كنت جالسة أرتب أغراضي بالصندوق. كيف حالك أنتي؟ بخير؟ عساك مرتاحة يا بنتي. إذا في خاطر الشيء ولا تبين شيء قولي يا بنتي، لا ترددين الباب. الحمد لله بوجودك أبوي، ما محتاجة لأي شيء. خير بوي، في شيء؟ شنك تبى تقول شيء؟ يا بنتي ابى اقول شيء بس ما اعرف من هنا ابدا. قولوا بوي، ايش الموضوع؟ اقول يا خوله ان علي جاي وطالبنك للزواج. لا، مستحيل مستحيل. وليش مستحيل؟ مازن يا بوي، مازن يا بنتي ما حد يعرف عنه اذا كان حي او ميت. مازن حي يا ابوي. لو حي كان رجع من زمان. هين حي؟ ما عليه، انا بنتظره لين يرجع بالسلامه. قلنا لك مازن مات وما بيرد. وانا قلت حي وبيرجع. سمعيني، جهز نفسك على انك تتزوجين علي، وشوف ايش تبين هالعرس عشان يجيب لك اياه، فاهمين؟ انا ما بتزوجه، ما بتزوج عليك. ما تتزوجين يعني بتتزوجينه، وكلامي انا يتنفذ، انت فاهمه؟ هذا ما كلامك انت، هذا كلام طيب زوجتك. بس خلاص، بس تتزوجينه بتتزوجينه، سبعين. ايش هناك يا بر؟ ايش هناك؟ ماشي. كيف ماشي؟ وانت زعلان ومعصب؟ قلنا لك ماشي يا طيبة، ماشي. يا بر، ايش هناك؟ لا تشغلني عليك. خولة؟ علامها؟ ايش فيها؟ ما طايعة تاخذ علي، ما تباون. اشوفك سكتي؟ ما قلتي شيء؟ يعني ايش يا بر؟ خلاص اقول لاخوي علي ان البنت ما موافقه. انت لا تقولين اي شيء، وقلت لك ما يصير للخير. Thank you.
وأنا لازم أحصل عابد. ما حد بيساعدنا غيره. بس كيف بحصله؟ وهين بحصله؟ يا رب ارحمني برحمتك يا رب، والطف بي يا لطيف، وابعد عني الظلم. آمين يا رب، آمين. اللهم اني اسالك العفو والعافيه، اللهم اني اسالك الجنه والنجاه من النار. يا رب يا كريم احفظ لي ولدي ورجع بالسلامه، يا رب يا خير الحافظين. يا الله خير خير، من جاي لنا الحين؟ نعم نعم، من على الباب؟ خوله خير يا بنتي، خير يا ايا يا ايا يا ايا، زين زين، لا حول ولا قوة الا بالله. خير خير يا بنتي، خير يا ايا. خالتي خالتي، مصيبة مصيبة. ليش فيش يا خولة؟ تعالي هدي اعصابك، ايش فيك؟ خير يا خولة، ايش فيك؟ ابوي يبي يزوجني يا خالتي. ومن هذا اللي يبي يزوجك اياه؟ علي، علي يا خالتي. علي، علي اخو طيبة؟ لا 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 يا يابر، لا. خالتي خالتي أرجوك خليني معك، أنا ما بروح البيت. أنت بتقعدين معي في البيت وبنشوف آخرتها مع يابر. يا يابر، ما كفاك ظلمك للناس، بعد تبى تظلم بنتك، ومن العالم إيش بتسوي بعد؟ الله يستر، لكن الله على الظالم. ولك يوم، لك يوم على ظلمك يا يابر، لك يوم. أما عاد البارحة صارت لي سالفة. ما سالفة؟ خير. أقول لك كنت جالس عند البحر زين، وشوي ولا يجي واحد ويطيع عدالي. تشوف أنت؟ يا ربي، هو يتشوف علي وأنا أتشوف عليه، هذا من ولا شوي ويقوم ويروح. عاد لا يجي بس تبيكارك بارم تتحرك لين الصبح. تبى الصدق عابد؟ والله خفت. نفس هذا اللي تتكلموا عنه انتوا الحين؟ البارح بالليل يسوق، وانتوا تعرفوا ان انا رقد هني في السوق، هو يا وتعثر بي وركض، والصبح شفته يصلي معنا الفجر. يعني هذا انسان؟ حتى انا لما شفته حسيت انه ما غريب عليه الريال، لكن هو بسرعة طار، ما وحيته تشوفه. انزين ليش هو متلثم؟ ليش ما يجي ويبين عمره؟ ومن يكون؟ تعال، هاي لا يكون واحد مخلينا يابر يراقبنا نحن. اسميني عاد ذيك الساعة انا بتوهق يوم بيشوف لي. لا 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 لا، ما اعتقد. لا والله، يمكن يابر ما غريبه عليه. لا لا لا، ما اعتقد. وبعدين ما له مصلحه. عيل عيل من يكون؟ ها، ايش اخبار خوله؟ والله ما اعرفها. عسى انها غيرت رايها ووافقت. والله ما اعرفها، من البارحه ما حد شافها، ومن حجرتها ما طلعت. ما عليها، خليها خليها تفكر احسن. على رايك، يمكن تغير رايها.
يلا يلا مع السلامة. أقول يا بر. نعم. هش بتقول أخوي لو ياو يبى الخبر منك؟ والله ما أعرف إيش أقول له، لكني بتصرف. أقول يا بر لا تزعل أخوي، لا تزعله، حاول ترضيه بجوابك له. أكيد أكيد يا طيبة، وتأكدي أن علي ما بيسمع غير اللي يرضيه ويسره. يلا نسرت، ومثل ما وصيتك خولة خليها على راحتها، لا تقولي لها شيء. إن شاء الله إن شاء الله يا مازن. مازن الحمد لله على سلامتك يا مازن. تحي. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. كيف حالك يا عابد؟ الحمد لله بخير. امي كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. خلنا ناس ابشرها. لا لا لا، اقعد مالي عيل. متى؟ بعد ما يا الوقت المناسب يا عابد. خلنا ناس اقولها، خالتي اذا عرفت بترد لها روحها، خلني افرحها. امي لو عرفت ان انا هني كل اللي مخطط له بيضيع. بعدك خايف من عمك يا مازن؟ هذا ما خوف، حرص. وبعدين مازن اللي تعرفه من زمان خلاص راح، واللي قدامك الحين مازن ثاني، والظلم بينتهي يا عابد. متى يا مازن؟ متى؟ لين ما يجي اليوم المناسب يا عابد. إلا با منك الحين إن أشوفك هني يوميا. لا تخاف. أقول نعم مازن خير. أباك تخبر الحاج مسلم وعم سليمان وسالم وحسن، كلهم يجون الليل عند الخرابة. عند الخرابة؟ وليش عاد؟ أنت خبرهم وبس، ولا تقولهم إن أنا باهم. أبى أتكلم معهم. وأنا بي معهم بعد. لا لا يا عابد، أنت هاتهم وسير عند أمي، أخاف تدور عليك أو شيء وبعدين تشك. إن شاء الله إن شاء الله، ولا يهمك يا مازن.